حتى الأطفال لم يسلموا من تداعيات الأزمات المختلفة في لبنان. 5 لقاحات أساسية لهم شبه مفقودة، من ضمنها لقاح شلل الأطفال والحصبة التي تجنبهم أمراضاً قد تسبب عاهة مستديمة أو حتى الموت. وفي هذه الحال يضطر بعض الأهالي المقتدرين إلى تأمينها من السوق السوداء أو السفر لشرائها، فيما تظل معاناة الفقراء أكبر وهم يلهثون خلف أمل العثور على لقاحات، أمل قد يكون من دون جدوى أحياناً. أكيد هذه شغلة كتير مهمة وأساسية. الأهل بالنهاية عندهم مخاوف كتير عالية وبيهمهم وبينسبهم أنه يحافظوا على أولادهم، ومشان هيك عم بيلجأوا أنه يشتروا بالسوق السوداء لو عم بيتدينوا مصاري، وكمان عم بيرجعوا للأشياء أنه يجيبوها من برا. لقاح أطفال بديك كمان طريقة معينة للحفظ، بديك براد، بديك يعني شيء مش معقول، يعني ما حدا كان بيتخيل انه واحد يوصل لهون. لا لقاحات عم نلاقي، لا حليب عم نلاقي، لا ادويه عم نلاقي، يعني انا عم بعمل هلا باسبور كتب من العام، عم باسبور كامل هجر. تطعيمات الاطفال الاساسيه يجب ان تعطى خلال العامين الاولين من عمر الطفل، فعدم الحصول عليها يؤدي الى تداعيات كارثيه على الاجيال اذا ما استمر الحال على هذا المنوال. قدرنا وصلنا لمرحله بلبنان نكون بالمراتب المتقدمه، يمكن المراتب الثلاثه الاولى من ناحيه الغاء بعض الامراض مثل شلل الاطفال. هالجهود كلها عم نشوفها عم تتبدد بظل الازمه اللي احنا قاطعين فيها وانقطاع اللقاحات بلبنان، وهذا الشيء أكيد رح يكون له تأثير على المدى القصير وعلى المدى البعيد من ناحية إعادة تواجد هالأمراض. يعني نتمنى أنه ما نرجع نشوف على الساحة اللبنانية شلل للأطفال، نتمنى ما نشوف روتا فيروس المؤذي، نتمنى ما نشوف الحمى التيفوئيد، لأن هودي كلها عم تختفي تدريجيا إذا ما اختفت كليا من الأسواق اللبنانية. مستوردو اللقاحات يرجعون السبب الأساس إلى تأخر مصرف لبنان المركزي في فتح اعتمادات لاستيراد هذه اللقاحات بأسعار مدعومة، فيما يعد معنيون بمحاولة حل المشكلة. يعني توصلت أنا والمعالي الوزير السابق صار هلا وحاكم مصرف لبنان، رحنا لعنده مرتين وحلينا مشكلة بين المستوردين وبين مصرف لبنان. هلا مصرف لبنان بلش يعطيهم مصاري، لقاحات بلشت أو حتبلش الأسبوع الجاي تجي على البلد، يمكن الكمية مش كبيرة. هي أزمة جديدة تضاف إلى أزمة شح الأدوية وحليب الأطفال من جهة، وارتفاع أسعار مستلزمات الأطفال من جهة أخرى. فيما تتراكم الأزمات على مختلف الصعد، خصوصا تلك التي تمس أبسط مقومات العيش وتهدد حياة الناس، يأمل المواطنون أن تحمل الحكومة الجديدة خططا إنقاذية عملية من شأنها أن تحل هذه الأزمات بأسرع وقت ممكن، وألا تبقى هذه الخطط حبرا على ورق. رودين أبي خليل، الحرة، بيروت.